لقد تحدد ميعاد السفر يوم الخميس القادم، وستجرى العملية يوم السبت بإذن الله. ألا يمكن إجراؤها هنا يا دكتور بدلا من السفر إلى دولة أجنبية؟ للأسف، فهذا نوع من العمليات لا يوجد هنا من يتقنه حتى الآن. لقد قامت المستشفى باستخراج تأشيرة دخول إلى البلد التي ستسافرون إليها كما طلبتم. وهل استخرجتم تأشيرة دخول لعلي وأنس أيضا؟ نعم، ولكن أرجو ألا يضايقاكم هناك. لن يحدث ذلك إن شاء الله. نعم، فنحن مسافرون للمساعدة فقط. أسأل الله أن يوفقكم لكل خير، وأن يتم شفاء أخينا حسام في أقرب وقت. آمين. أهلا وسهلا، أنا آدم مندوب المستشفى التي ستجرى فيها العملية للأستاذ حسام. أهلا وسهلا، أنت تتكلم العربية بطلاقة. نعم، فلقد عشت سنين وأنا صغير مع والدي في إحدى الدول العربية. إذن ما معنى كلمة جائع في اللغة الإنجليزية؟ تعني أننا يجب أن نذهب لنأكل حالا. لقد أكد لي الطبيب الذي سيجري العملية أنها ستكون في الصباح الباكر، وهو يطلب منك أن تنام الآن حتى تنال قسطا وافرا من الراحة. حسنا، سأحاول إن شاء الله. والآن سأذهب أنا والأولاد ونكون معكم في الصباح إن شاء الله. ولا تنسوني من صالح دعائكم. يا عمة، أشعر بعطش شديد، فهلا أذنت لنا في شراء مشروب من هذا المتجر؟ هيا تفضلوا يا أولادي. ها هو ركن المشروبات هنا. أنا لا أعرف أي مشروب من هذه المشروبات. ما هذه الزجاجة الكبيرة؟ أرى أن هذه الزجاجة ستروي ظمأنا جيدا. لا يا بني، لا تقترب من هذه الزجاجة. ولماذا يا عمة؟ إن فيها خمرا. وما هو الخمر يا عمة؟ الخمر هو كل مشروب يخامر العقل، أي يغطيه أو يجعل شاربه لا يعقل ما يقول أو يفعل. وهل هو حرام يا أبي؟ نعم يا بني، ولتحريمه قصة جميلة أخبركم بها، ولكن دعونا نأخذ ما نريد وننصرف من هنا أولا. في بداية الإسلام كان شرب الخمر عند العرب شيئا مألوفا، ولم تكن الخمر حرمت بعد، فأنزل الله سبحانه: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فبين سبحانه في إشارة لطيفة أن السكر مضاد للرزق الحسن. ثم سأل بعض الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخمر والميسر، فأنزل الله سبحانه: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وما النفع الذي يوجد في الخمر يا عمة؟ النفع يكون عن طريق الاتجار بها مثلا، أو التسلط على الفقراء من أثمانها، أو غيره. المهم أن الله سبحانه بين أن الضرر أعظم بكثير من النفع، إلا أنه لم يكن حرمها بعد سبحانه وتعالى. ولماذا لم يحرمها الله سبحانه من البداية ما دام ضررها عظيما؟ هذا من عظمة حكمة التشريع الرباني مع مثل تلك الأمور. فالعرب كما أخبرتكم في ذلك الوقت كانوا يشربون الخمر كما نشرب نحن الماء الآن، والله سبحانه يريد أن يأخذ بيد هذه الجماعة خطوة بخطوة إلى الطريق الذي أراده لهم، فنزل تحريم الخمر على مراحل. وما هي المرحلة التالية يا عمة؟ نزلت بعد ذلك الآية:
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فأصبح الذين يشربون الخمر من الصحابة يمتنعون عنها قبل ميعاد الصلاة بعدة ساعات، فقلت بذلك لديهم الفرص لشربها. وبالتأكيد نزل بعدها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ نعم يا بني، فقد قررت هذه الآية تحريم الخمر تحريما أبديا، فالخمرة أم الخبائث. ولكن العجيب هو سرعة استجابة الصحابة لهذا الأمر، فمع كونهم كانوا غارقين فيها كما أخبرتكم، إلا أنهم عند سماعهم أنها حرمت تركوها وقالوا على الفور: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. وماذا فعلوا بالخمور التي كانت عندهم يا أبي؟ لقد أهرقوها في الطرقات حتى صارت شوارع المدينة في تلك الليلة ملأى بالخمور. ولكن يا عم، حتى لو شرب منها شربة أو شربتان تكون حراما؟ نعم يا بني، فلقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شراب كثيره مسكر فقليله حرام. ولما أطلق على الخمر اسم أم الخبائث يا أبي؟ إن الخمر سبب كل الجرائم، فهي تذهب العقل وتضيع المال، ويتخذها الشيطان وسيلة لإثارة العداوة والبغضاء بين الناس، كما أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. لقد قرأت في إحدى المجلات أن الخمر يتسبب في كثير من الأمراض، فهو يخرب الجهاز الهضمي ويؤدي إلى التهابات في الحلق وتقرحات في المعدة وغيرها الكثير من الأمراض. هذا بالإضافة إلى ما تفعله الخمرة بالإنسان، فكم من بيوت خربت بسبب الخمر، وكم من رجال ذاقوا الذل بعد العز بسبب الخمر. فقد سمعت عن أحد الأغنياء وقد داوم على شرب الخمر وأنفق عليها الكثير من المال، وظل على هذه الحال حتى هاجمته الأمراض ونفدت كل أمواله ولم يعد لديه مال ينفقه على علاجه. كل هذه الأضرار في الخمر يا عمة، وما زال هناك من يبيعها ويشربها؟ إذن فلينتظر كل شارب أو بائع للخمر العقاب الأليم من الله. نعم، فقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان له علاقة بالخمر، سواء كان صانعها أو بائعها أو حاملها أو مشتريها أو شاربها، باللعنة، أي الطرد من رحمة الله. أسأل الله أن يتوب على كل شارب للخمر. آمين. لقد أخبرني الطبيب أن العملية تمت بنجاح تام. ومتى يمكننا العودة إلى بلادنا؟ لقد قال الطبيب إنه يمكنكم ذلك بعد 3 أيام. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله. Bop, 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 bop.